يا جماعة، حدا متذكر حياته قبل شهر خمسة كيف كانت؟ شهر خمسة لحقنا فيه عيد الفطر وعيد العمال وعودة سوريا للجامعة العربية، ولحقنا فيه الصيف والشوب والسقعة وشتاء وربيع وخريف كله مع بعض، وإجا الفريز والجارنك والبطيخ والشمام، قبضنا الراتب وصرفنا وفلسنا، إجتنا امتحانات الجامعة وامتحانات المدارس وامتحانات التوظيف، لكن ارتفع سعر صرف الدولار وارتفعت الكهرباء والبنزين والدولار الجمركي والفيول الصناعي والمياه المعبأة، ولسه اليوم لهلأ ما خلص الشهر، يعني بكرة بيخلص. رح نعطيكم التفسير العلمي ليش كلياتنا حسينا شهر خمسة من أطول الشهور بهي السنة. رح يكون معنا حتى يجاوبنا على هذا الموضوع الدكتور محمد العصيري، رئيس الجمعية الفلكية السورية. دكتور محمد يعطيك العافية. الله يعافيك استاذ زين، وشكرا للمقدمه الرهيبه. خلي لي اياك يا دكتور. دكتور، شهر خمسة ما عم يخلص، ليش؟ مو ناوي يخلص. مو ناوي يخلص، لا والله. مثل ما تفضلت بالمقدمة، شفنا العجائب بهذا الشهر. هلا هو فعليا السبب الأساسي هو سبب نفسي، يعني بغض النظر، لكن نعم هناك سبب علمي، لكن يمكن الحالة النفسية أثرت بشكل كتير كبير وأظهرت السبب العلمي الخلف موضوع شهر أيار. على فكرة هو فعليا سببين، يعني في سبب حديث وسبب دائم. أما السبب الدائم اللي دائما بيكون في شهر خمسة بكل سنة بيولد شعور أنه طويل، هو موضوع الانقلاب الصيفي والاعتدال الربيعي. بيكون جسمنا، بيكون الإنسان متعود على ساعات النهار قصيرة، ساعات ليل طويلة، حتى 21 آذار اللي هو موعد الاعتدال الربيعي، بدءا من 21 آذار تدريجيا يطول النهار ويقصر الليل، وصولا لأيار اللي هو ذروة هذا التغير، لأنه نحن حنقترب من 21 حزيران، فبيكون بمنتصف الطريق عنا هو أيار، فبأيار بيكون النهار بلش يشعرنا بطوله بشكل ملموس، والليل بشعرنا بقصر بشكل ملموس. إذن انقلاب الخريفي إلى صيفي الاعتدال الربيعي، ما بينهما هما دائما أطول يوم. طول اليوم هذا بيخلينا نشعر أنه يا الله هذا النهار ما عم يخلص، هذا الشهر ما عم يخلص، لأنه عم نحس حالنا عم نشتغل أكثر، عم نصرف أكثر، عم نعيش حياتنا أكثر. إذن هذا السبب الدائم المستمر. في عنا سبب ثاني استاذ زين بخصكم فيه، هو سبب فعلا في دراسات كثير حديثة بنيت على هذا السبب. تعريف الزمن، الزمن بشكل عام استاذ زين هو الشعور بمرور الأحداث، يعني نحن بنحكي عن الزمن بمقدار ما يمر أحداث في بذاكرتنا. بمعنى الطفل الصغير عم يولد ذاكرته جديد، عم تتولد الذاكرة، عم تنصنع الذاكرة، فيشعر أن الأيام طويلة. يا الله أنت بالصف الثالث، يا الله أنت بتجي العطلة الصيفية، يا الله ليش الأيام بطيئة. لما يكبر الإنسان بالسن بتصير توالي الأحداث أسرع، وبالتالي بحس بمضي الأيام والشهور أسرع، فبيقول يا الله عم تخلص أيامي بسرعة، يا الله لسا مبارح كنا عم نحكي بهذا الموضوع. إلا بشهر أيار هذا العام بسبب الأحداث الجديدة يلي عم تمر بذاكرتنا واللي عم نتعرض لها لأول مرة، تولد ذاكرتنا أحداث مستنبضة حديثا، وبالتالي نشعر بطولها. يعني مثلا الأسعار الغريبة اللي عم نمر فيها، التغيرات الطقسية، الانقلاب الجو، الاضطراب المناخي، حتى مثل ما تفضلت دخول سوريا، الأمور السياسية، الأمور الاقتصادية، كل هاي شيء حديث، وبالتالي يفرض على جسم الإنسان على الذاكرة توليد زمن إضافي لحفظ هذه الذكريات في الذهن، وبالتالي يطول لدينا الفترة الزمنية للاحتفاظ بالمعلومات فنشعر بطول الشهر. دكتور محمد العصيري، بدي اتشكرك لمشاركتك الهادفية وتوضيحك سبب طول شهر أيار بالسينما. احنا كنا عم نحس صح مو غلط. صحيح استاذ زين، ونتمنى بقى يخلص. يعني فعلا يعني هذا الشهر كان غريب عجيب. يلا هانت يعني هانت فكرة تماما، لكن هذا الشهر إضافة لشيء الأعباء المالية الكبيرة كمان طولته زيادة عن اللزوم. نعم، بدي اتشكرك يا دكتور، يعطيك الف عافيه. حبيبي استاذ زين، يسعد وقتك يا رب. شكرا يا دكتور. معناتها مثل ما سمعنا من دكتور محمد، الشيء نحن عم نحسه صح. بقيان كم ساعة لازم نعمل لهم هلا عد مؤقت لحتى يخلص هذا الشهر، ولازم كل سنة نعتبر انه الساعة 12 من اخر ساعة من هذا الشهر نعيد بعضنا فيه، يعني مثله مثل راس السنة، مثل حي الله عيد، انه كل عام وانتم بخير، خلص شهر خمسة. فاصل ونرجع تنكمل اخبارنا الباقية.